أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، إليكم تتمت الحصة السابقة من تحليل أو من مهارة كتابة إنشاء أدبي حول نص نثري إبداعي. إذن سنحاول أن نتمم ما سبق في الحصة السابقة. أذكركم أننا كنا نحلل نصا بعنوان حلم صبي للكاتب القاص غازي العبادي. هذا النص توقفنا عند مرحلة المتن الحكائي، حددنا فيه ملخصا للأحداث. هذا الملخص بإمكاني أن أعيده لكم، وهو يتعلق بإعجاب صبي كان يشتغل بمخزن يساعد الزبناء على حمل أثقالهم إلى سياراتهم، لكنه أعجب بسيارة أو بلعبة، لعبة سيارة كانت مثبتة في خلف سيارة أو في زجاج سيارة في الواجهة الخلفية لهذه السيارة. وكانت هذه السيارة لسيدة غنية، تركت طفلها داخل السيارة يلعب بهذه اللعبة، فشد ذلك انتباه الصبي الذي يشتغل في المخزن، وأصبح منشغلا بلمسها وبمحاولة اللعب بها، لكنه لم يتمكن من ذلك. أثناه عن هذه الرغبة صوت منبه السيارة، ثم صوت سيده الذي طلبه للعودة إلى المخزن، لكنه لم يكف عن الحلم بامتلاك هذه السيارة، فانطلق وعاد إلى عمله، لكنه كان يتخيل أنه يقود سيارة وهمية. إذن هذا هو ملخص الأحداث، وقلت بأن بعد تحديد المد الحكائي يتلوه مباشرة الخطاط السردية. طرحت سؤالا، لماذا الخطاط السردية تأتي بعد الأحداث أو بعد ملخص الأحداث بعد المتن الحكائي؟ لأن ببساطة الخطط السردية تتعلق بالأحداث ولا تتعلق بشخصيات. إذن من المفروض أن تكون الخطط السردية مباشرة بعد المتن الحكائي. إذن كيف سأنتقل من الحديث عن المتن الحكائي إلى الخطط السردية، إلى تحليل هذه المقومات التي تقوم عليها القصة؟ إذن هذه الانتقالة تقتضي منك أن توظف بعض الروابط لتصل ما سبق بما لاحق. إذن الآن سأقول وتنتظم، هذا بعد المد الحكائي مباشرة، وتنتظم هذه، احنا ما زال في العرض، لابد أن أثبت هنا العرض، وتنتظم هذه الأحداث وفق خطاطة سردية جاءت كالتالي. بإمكانك أن تضع هذه الخطاطة السردية بشكل مبسط جدا. إذن قول هنا وضعية البداية. وضعية البداية هي وصول سيدة، أعتقد وضعية البداية تتمثل في نزول سيدة أجنبية من سيارة، وصول أو نزول، وصول سيدة أجنبية إلى مخزن المبيعات وهي تعبث بمفاتيح سيارتها. إذن هذه وضعية البداية. الآن وضعية الوسط. وضعية الوسط، داخل وضعية الوسط سنجد مجموعة من التحولات أو مجموعة من العناصر. أولها هي العنصر المخل، أو نقطة التحول أو سيرورة التحول. كل هذه المصطلحات هي تدل على المعنى نفسه. إذن العنصر المخل، ما الذي مقصود به؟ ما الذي يغير مجرى الأحداث؟
كانت الأحداث تسير بشكل طبيعي وعادي إلى اليمين، فجأة أصبحت الأحداث تسير إلى اليسار. إذن ما هي الأحداث التي أو ما هو الحدث الذي شكل نقطة فاصلة غيرت مجرى الأحداث بكاملها؟ إذن هذا الصبي كان يشتغل بشكل طبيعي وعادي في المخزن، كان يحمل تلك المشتريات والمبيعات التي يقتنيها الزبناء ويساعدهم على حملها إلى سياراتهم، لكن حدث طارئ ما جعله يغير هذه الرتابة التي كان يعيش فيها يوميا. إذن العنصر المخل هو إعجاب الطفل الصغير، ليس الطفل الصغير، إعجاب الصبي، صبي المخزن بما؟ بالسيارة، ليس بالسيارة سيارة السيدة المالكة، وإنما بلعبة السيارة التي كان يحركها طفل السيدة. إذن إعجاب صبي المخزن بلعبة السيارة. إذن لاحظوا، هو سيحمل المشتريات، سيكمل عمله، لكن باله وعقله وفكره كله مشدوها أو مشدودا إلى محاولة لمس تلك اللعبة واللعب بها. ثم هنا بعد العنصر المخل سنجد هنا ستتكون وستنمو العقدة. إذن العقدة، ما الذي سيجعل الأحداث الآن معقدة وصلت إلى ذروتها؟ إذن العقدة هو أن هذا الطفل أو هذا الصبي يقوم بعمله لكنه غير مرتاح نفسيا، يحاول أن يحصل على تلك اللعبة. إذن هنا محاولة العقدة هي محاولة الصبي الحصول على اللعبة، لكنه لا يستطيع، لن يستطيع ذلك لأنه متبوعا بصوت هذا الذي يشغله، ومتبوعا أيضا بالسيدة صاحبة السيارة. إذن محاولة الصبي الحصول على اللعبة وخوفه من مشغله وصاحبة السيارة أو السيدة الأجنبية. إذن هذه هي العقدة، ما الحل؟ بما ستنتهي القصة أو بما ستنتهي هذه العقدة؟ إذن هذا الطفل دس الحل أو الانفراج، وليس هناك حلا وإنما محاولة تلبية تلك الرغبة النفسية الجامحة التي كانت تتملك الطفل الصغير أو صبي المخزن. إذن الحل هو دس جسمه داخل السيارة ومحاولته لمس اللعبة، لكنه لم يتحقق له ذلك لأن الرجل أو صوت مشغله سيطغى وصوت المنبه سيخيفه فيبتعد مسرعا ويخرج من السيارة. إذن وضعية النهاية الآن، وضعية النهاية هي عودة الصبي إلى المخزن وهو يحلم ويتخيل قيادة سيارة وهمية. إذن هذا على مستوى الخطاطة السردية. إذن الخطاطة السردية مرتبطة بالأحداث. الآن سننتقل إلى القوى الفاعلة. ما هو أيضا العنصر الرابط الذي سيربط هذه الخطاطة السردية بالقوى الفاعلة؟ سنقول وتطلع بهذه الأحداث أن تطلع، أن وصلنا إلى القوى الفاعلة، تطلع بهذه الأحداث مجموعة
فاعل من القوى الفاعلة. أقول القوى الفاعلة لأن جمع قوة هو قوة وليس قوى كما هو شائع. إذن مجموعة من القوى الفاعلة وتتمثل، القوة الفاعلة سبق وأن قلت بأن القوة الفاعلة لا تقتصر فقط على الشخصيات، أعيد التذكير، بل القوة الفاعلة ترتبط أيضا بكل ما يمكن أن يحرك الأحداث وأن يطورها وأن يبلورها وأن يدفعها إلى بناء العقدة. قد تكون هذه القوة الفاعلة شخصيات آدمية وغير آدمية، حيوانات، جمادات، نباتات، أفكار، مواقف، تصورات، كلها تندرج في قوة فاعلة ما دامت قادرة على بلورتي وعلى الفعل داخل النص أو داخل الأحداث. إذا مجموعة من القوى الفاعلة وتتمثل في، سنبدأ أو في صبي المخزن، هو البطل القصة. إذا صبي المخزن باعتباره بطل القصة والذي تدور حوله أو تنسج حوله كل خيوط الحكي. صبي المخزن وهو بطل القصة خلع عليه السارد مجموعة من الصفات، منها مثلا طفل صغير، خجول، مندفع، صغير السن، يتميز بالإصرار، إلى غير ذلك من الصفات. ثم يساعده في هذه وفي بناء هذه الأحداث مجموعة من الشخصيات الثانوية. يساعده أو يساعده نعم في بلورة الأحداث مجموعة من الشخصيات الثانوية وتتمثل في السيدة الأجنبية. نأخذ بعض صفات هذه السيدة الأجنبية: ثرية، قلنا أنيقة، غير آبها بما يحيط بها، مترفعة، لطيفة لأنها عاملته بلطف، إلى غير ذلك من الصفات. إذن وهي تمثل أو وهي تجسد الطبقة الغنية في المجتمع، بينما يجسد صبي المخزن الطبقة الفقيرة المهمشة في المجتمع، خاصة وأنه طفل صغير يشتغل وهذا يناقش وضعا اجتماعيا يتعلق بتشغيل الأطفال الصغار. إذن ثم شخصية أخرى، والرجل أو صاحب المخزن رجل متكبر إن شئتم، متعجرف، غير لا يأبه ولا يهمه نهائيا وضع الطفل الصغير، يتميز بالقساوة والغلظة، إلى غير ذلك من الصفات. إذن هذه تجمع بين هذه الشخصيات علاقات مختلفة تتمثل في البنية العاملية
التالية. الآن وصلنا إلى، نحن فقط هنا هذا مدخل اقتراح واحتمال من بين مجموعة من الاحتمالات لنربط بين القوى الفاعلة وبين النموذج العاملي. هنا الخطاط السردية تتبع الأحداث والنموذج العاملي يتعلق بالشخصيات، لأنه يقتضي الأمر الحديث عن الفواعل أو العوامل داخل النص. إذا البنية العاملية التالية، بإمكانك إما أن ترسم خطاطة وهذا صحيح، أو أن تتحدث وأن تبنيها بشكل هكذا في فقرة، مثلا كانت تقول يمثل الطفل العامل الذات، ثم العامل الموضوع يتمثل في رغبته في الحصول على لعبة سيارة إلى غير ذلك. الآن سأرسمها في خطاطة. هنا العامل الذات، دائما نبدأ بالعامل الذات وتحته مباشرة العامل الموضوع. بالنسبة للعامل الذات، في من يتمثل أو فيما يتمثل العامل الذات؟ هنا في صبي المخزن. قبل أن أكمل الخطاطة سأتحدث هنا عن العامل المرسل، ثم العامل المرسل إليه، ثم العامل المساعد، ثم العامل المعاكس. هنا لاحظوا الأسهم ستكون بهذه الطريقة. إذا العامل الموضوع يتمثل في الرغبة في الحصول على لعبة السيارة أو اللعبة. إذا الذي يجمع العلاقة التي تجمع العامل الذات بالعامل الموضوع دائما هي علاقة رغبة. الآن العامل المرسل، من يمثل العامل المرسل ومن يمثل العامل المرسل إليه؟ ما الذي جعل هذا الطفل يرغب في الحصول على لعبة؟ كل الأطفال عادة يمتلكون ألعابا أو لعبا. إذا هذه هذا الدافع أو الحافز يتمثل في الحرمان، الحرمان والفقر. فإن كان لو كان الطفل يمتلك اللعب ويحصل على تلك الألعاب التي يحصل عليها غيره من الأطفال، فلما فكر في أن يحصل على تلك اللعبة. إذا العامل المساعد، ما الذي ساعده على ذلك؟ وحلمه، حلمه بامتلاك السيارتين، حلمه وإصراره، لا أحد ساعده على ذلك، لا أحد. ثم العامل المعاكس، لاحظوا منبه السيارة الذي سيخيفه، ثم صوت مشغله، ثم أيضا عامل معاكس ظروفه القاسية وفقره إلى غير ذلك. ثم العامل المرسل إليه هو الطفل أو صبي المخزن. لاحظوا هنا صبي المخزن يلعب أدوارا ووظائف متعددة، كان يمثل العامل ذات وفي الوقت نفسه يمثل العامل المرسل إليه. إذن العلاقة بين العامل المرسل والعامل المرسل إليه دائما علاقة تواصل، والعلاقة بين العامل المساعد والعامل المعاكس دائما هي علاقة صراع، أما العلاقة بين العامل ذات والعامل الموضوع فهي دائما علاقة رغبة، فدائما العامل ذات يرغب في تحقيق العامل الموضوع. بإمكانكم أن تجعلوا هذا في فقرة، مثلا كأن تقول هذه الخطاطة سأحولها إلى فقرة، فأقول ويمثل الصبي المخزن العامل الذات الذي يحلم في أو يرغب في تحقيق العامل الموضوع المتمثل في الحصول على لعبة السيارة، يساعده على ذلك حلمه وإصراره، وكان الدافع للحصول على هذه السيارة أو هذه اللعبة هو ما يعيشه من فقر وحرمان، لكن صوت المنبه وصوت مشغله حال دون حصوله على هذه اللعبة. إذن العامل أو العلاقة بين العامل المساعد والعامل المعاكس هي علاقة صراع. إذن إما أن نثبتها بهذا الشكل أو أن نعبر عنها في فقرة فلا بأس. ننتقل مباشرة الآن بعد النموذج العاملي إلى الحديث عن الزمان والمكان. دائما نحن في إطار
العرض. إذن الزمان والمكان، نفصل بين الزمان والمكان. نقول الزمان وقع، ستحدد زمان، زمن القصة هنا. إذا كانت هذه الشخصية ساهمت في دفع، أو هذه القوة الفاعلة ساهمت في دفع الأحداث إلى الأمام وبلورتها، فإن الفضاء شكل بزمانه ومكانه مسرح الأحداث إلى غير ذلك. إذن الزمان، وإن كانت هذه القصة وقعت في أحداث زمنية بسيطة ومحدودة مثلا في يوم واحد، فإنها أيضا هناك زمن الأحداث أو زمن واقعي يتجسد في صباح مساء مثلا اليوم، وهناك زمن الأفعال هنا في توظيف الماضي والحاضر أو المستقبل إلى غير ذلك. إذن الزمن نتناوله بهذه الطريقة، وقعت أحداث القصة في يوم واحد بين الصباح والمساء، وقد وظف السارد مثلا أفعالا من الماضي وأفعالا من الحاضر وأفعالا من الحاضر وأفعال من الماضي. ننتقل مباشرة إلى المكان، لأنه لا يكفينا الوقت غير كافي، لابد أن تحدد المكان وتقول وقعت كل أحداث هذه القصة في أمام المتجر، وهو مكان عام ومفتوح للجميع، يحيل على البيع والشراء والمداخيل المادية إلى غير ذلك. ثم ننتقل من الزمان والمكان إلى الأساليب. الأساليب لابد أن نتحدث فيها عن السرد. حينما نتحدث عن السرد هنا تدخل الرؤية السردية ووضعية السارد هنا وليس في مكان آخر. إذن نقول وظف السارد ضمير الغائب، وهو يدل على عدم مشاركته في النص وتواريه خلف الأحداث، كما وظف رؤية سردية داخل هذا النص، هي رؤية سردية من خارج، أي أن هذا السارد لم يكن يعرفه أكثر مما تعرفه الشخصيات. ثم بعد ذلك نتحدث عن الوصف ونقدم، وظف هذا داخل من بين الأساليب ومن بين الأدوات الفنية الموجودة داخل هذا النص، الوقت لا يكفي، هي الوصف. إذن وصف الشخصيات أو وصف الأماكن أو وصف الأحداث إلى غير ذلك من كلها. نقول مثلا وظف السارد مجموعة من الصفات أو مجموعة من الأحداث المرتبطة بالوصف، من بينها وصف الشخصيات، وصف الزمان، وصف المكان إلى غير ذلك. إذن مثلا هنا وصف الشخصيات طويل صغير قصير إلى غير ذلك، وصف الأماكن، المتجر كان بهذا الشكل أو بشكل آخر. إذن الوصف هنا لابد من تحديد وظيفته داخل النص. إذن وظيفة الوصف دائما اثبتوا هذا أو دونوا هذا في دفاتركم، الوصف وظيفته هو تكسير رتابة السرد، تكسير رتابة السرد. ثم نحدد ما إذا كان هناك حوار، الحوار بنوعيه داخلي المونولوج والخارجي. وظيفة هذا الحوار أكيد لابد أن نحدد له وظيفة، وهي أنه يسمح للشخصيات تعبر عن نفسها بنفسها، يفسح هذا السارد المجال للشخصيات حتى تعبر عن دواخلها، عن مكنوناتها، عن مشاعرها، عن تصوراتها إلى غير ذلك. إذن هذه هي وظيفة الحوار. إذن هناك بعض ثم نتحدث عن لغة النص، وهي لغة بسيطة سهلة من اللغات المألوف، ليس فيها انزياحان إلى غير ذلك. إذن هذا بالنسبة للأساليب. ثم مغزى النص، وغادة عادة عفوا ما يعطى لكم هذا المطلب داخل التركيب، فيكون تركيب بتحديد مغزى النص. مغزى النص، هذا النص بالتحديد هو يصور جانبا من الواقع الاجتماعي الذي يعيشه أو تعيشه الطبقة الفقيرة، والذي وضعية الأطفال المهمشون الذين يحرمون من أبسط حقوقهم في العيش، لا يحصلون حتى على تلك اللعب أو على تلك الأدوات البسيطة التي من حقهم أن يحصلوا عليها. إذن كيف تشغيل مسألة وقضية تشغيل الأطفال في المجتمعات، في المجتمع المغربي، في المجتمعات العربية بشكل عام، هذه مسألة وقضية كبيرة جدا. ونظرا لأن القصة ترتبط بما هو واقع اجتماعي، فإنها تصور هذا الواقع الاجتماعي وت
تصوره بطريقة إبداعية، لكن هناك ضمنيا هناك انتقاد لظروف هذه الفئة. إذا ثم نصل إلى التركيب أو الخاتمة. الخاتمة نجمع فيها كل هذه المعطيات السابقة، ثم نجيب عن السؤال الإشكال الأخير الذي طرحناه، هو إلى أي حد تعكس هذه يعكس هذا النص مقومات القصة القصيرة. سنقول دائما لنتحدث بموضوعية، لا أن تقول أنا أرى بالنسبة لي، من تكون أنت ناقد، لا، أن نتحدث بشكل عام، يكون الأمر غير ذاتي موضوعي، كأن تقول مثلا ونعتقد أن هذا النص يعكس مقومات القصة القصيرة من حيث الشكل، وهو اعتماد مقومات فنية تقوم على الأحداث والزمان والمكان وغيرها، ومن حيث الموضوع في مناقشته لقضية اجتماعية مرتبطة بتشغيل الأطفال. لن تقول فقط ونعتقد أن النص تمكن أو توفق في كتابة قصة قصيرة، ليس هذا هو الموقف الشخصي، وإنما الموقف الشخصي لابد أن يكون مبنيا على مجموعة من المعطيات. إذا أقول أنه قصة قصيرة تتوفرها فيها مقومات القصة القصيرة من حيث الشكل وأيضا من حيث الموضوع. إذا نكتفي بهذا القدر، إلى حصة قادمة بإذن الله. شكرا لكم.